تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، وطبعا يسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر أرقام التواصل ويانا، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق أحمد سلامة، وفي الإخراج نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا. مثل ما عودناكم، برامجنا وفقراتنا في الحلقة بتكون متنوعة إن شاء الله، وإن شاء الله بنتطرق لمواضيع طبية وصحية مثل ما عودناكم تهمكم وتفيدكم. مستمعينا، أذكر برقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا فقراتنا تتنوع، تعودنا ناخذ فقرة السوشيال ميديا في البداية، وكذلك فقرتنا التوعوية، وكذلك نتطرق لأمور طبية طبعا تهمكم وتفيدكم خلال البرنامج. نبتدي طبعا بفقرة السوشيال ميديا مثل ما تعودنا، وطبعا أهمية السوشيال ميديا لا تخفى على أي أحد، لأن المعلومات اللي ناخذها من السوشيال ميديا تكون متنوعة، سهولة الوصول لهذه المعلومات وكذلك طريقة عرضها تجذب الشخص أنه يتطرق لها أكثر وأكثر، بس نحتاج أن نهتم من أي مصدر قاعدين ناخذ هذه المعلومات. في مصادر كثيرة طبعا تكون لها أهمية، وكذلك هذه المصادر تكون مهمة والمواضيع اللي يطرحونها كذلك مهمة وصحيحة، وفي مصادر على العكس تماما تكون مواضيعهم صح مهمة بس طريقة العرض وكذلك المضمون يكون مرات يكون غير صحيح، ومرات يكون يعني يكون في صحة ويكون في جهة ثانية تكون لا يعني مخلوطة أو يعني ما تكون صحيحة 100%. فاختيار الموقع اللي أخذ منه الموضوع اللي اخترته من مواقع التواصل الاجتماعي طبعا هذه يعني لها أهمية كبيرة، وطريقة نفس ما قلت لكم يعني توصلنا بطريقة سهلة وكذلك المواضيع تكون شيقة وطريقة عرضها، فهل يخلينا ننجذب أكثر وأكثر فيها. ناخذ أسماء الجناحي، تخبرنا أقلب ما يدور في السوشيال ميديا اليوم. صبحت الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور والسرور. أول شيء نبارك لكل الهوية الإعلامية الإماراتية الجديدة، الوسم هذا كان توب ترند أمس والدولة أمس. صحيح. فنحب نبارك للجميع على اختيار الهوية الجديدة. أيضا نحب بس نذكر بشيئين، مبادرة طبيب لكل مواطن، وأنا صراحة جربتها أمس أول مرة وما شاء الله التجربة كانت جدا مميزة، فهي يعني فعلا إذا واحد كان يعني حالته مش طارئة يقدر يتصل على الكول سنتر 8342 وياخذ الموعد، يعني اتصل تاريخ يعني على الوقت تقريبا 28 دقيقة 45 دقيقة أنا أردي خلصت المكالمة مع الدكتورة. ممتاز. أعطوني موعد وخلصت، هذا كله كان تقريبا في أقل عن نص ساعة. ممتاز. فعسبتي فما شاء الله وخلصت وحضرت الوصفة والوصفة الصيدلية وشرخطت، يعني هذا كله في يعني ما سوى ساعة. ممتاز. وانت قاعدة في البيت؟ وانا قاعدة في البيت. انت بصف. قاعدة في البيت فهذا كله خاصة لأن يعني الحالة مش طارئة، فالحين غالبا لما الواحد ينتظر في الطواري لأن يكون في مثل ترايلات سيستم، يعني إذا كان واحد مثلا حالته وايد خطرة بيحتاج يعني تدخل سريع، إذا كان واحد حالته مضطر أو وايد ممكن ينتظر، يعني هذا وهذا مو بس عن نحن، في هكذا العالم في أي عالم واحد صار
الأولوية هي للحالات اللي فعلا تحتاج تدخل أسرع. صحيح. وهذا بالتدريج حسب الحالة. وأنا حالتي ما كانت يعني هذه طارئة، لكن الألم كان موجود. وخدتي الاستشارة وأنت قاعدة في البيت وكذلك يعني استفدتي كذلك وفي غرفات. يعني أنا جربتها أمس، يعني مثل ما هذا دائما نقول كل عليكم تصنع الكونسنتر، قلت أنا محتاجة أخذ استشارة اليوم، فقال لي خلاص نص ساعة وافتحي التطبيق وكلمي الدكتورة. دخلت التطبيق قبل بعشر دقائق أو خمس دقائق، فتحته كلمتها فيديو كول، خلصت الموضوع، خلصت الاستشارات، خلصت هذا كله، ويعني وهذا كله أنا أصف مكاني، يعني ممتاز. ما اضطريت إن أنا أتحرك من مكاني ولا في أي مكان. تجربة جميلة إن شخص يسوي هاي التجربة وكذلك يعرضها ويعرض كذلك يعني شو صار وياه وش كيف شاف هذه التجربة. وحتى أنا قلت لك الحين ما أقدر أسوي صدري، قلت خلاص دام هالدواء عندك في البيت تبيني تاخذينه، وأنت طالع مثلا من الدوام سيري مري مركز الصحي، أنا مركز الصحي نبض الحمر، سيري قوليهم طبيب لكل مواطن وهاي بطاقتي هاي الهوية وعطوني دواية. يعني أبسط من شي ما شيء. الحمد لله. يعني أنا جربتها الصراحة. غير هذا نحن دائما نذكر بديفايسز بوكينج، فإذا واحد مثلا ما يبغى ياخذ وايد مواعيد بعيدة ولا يبغى يقارن المواعيد شو أقرب له بين القطاع الخاص والحكومي، ممكن يدخل على موقع ديفايسز بوكينج أو يقدر يحصله من خلال تطبيقات الأندرويد والآي أو إس في الآيفون. بس ينزل يقدر يسوي كل المقارنات بس من تليفونه. يعني تعرفين يعني الحمد لله هاي البرامج الذكية والتقنيات الذكية سهلت علينا أشياء وايد، يعني الحمد لله. يعني واحد يقدر يسوي كل شيء في تليفونه، هذا أهم شيء. وأهم شيء نسأل موضوع الاستشارات هذا مريحني وايد. غير هذا أي وقت كذلك أسمع أي وقت يعني الواحد يقدر يتواصل مع الطبيب. هي هو على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع، يعني جمعة ساعة واحدة الصبح موجودين. يعني غير هذا الشهر هو شهر توعية بالغدة الدرقية، فمن ضمن النشاط اللي كنا حاطينها أو الأشياء التوعوية شو هي أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية. من ضمن الأشياء اللي وصلتنا يقولون نحن عندنا هالأعراض لكن فحص الغدة مو موجودة. صحيح. في أعراض تشابه، في أشياء تشابه بين أمراض وأمراض ثانية، وممكن يكون أشياء نحن مثلا نمط حياتنا هو أعطانا هالأعراض، فمو شرط كل ما قريت أعراض يعني هو موضوع يعني هذا فيه هالمرض. صحيح. في أشياء تشابه، في أعراض تشابه، لكن اللي الفاصل أو يعني اللي يفصل بين الموضوع ان انت تسوي فحوصاتك وتستشير الطبيب. صحيح. ونختمها بالرساله الصباحيه اللي تقول اعمل على تعديل ثقتك بنفسك وقدراتك، فثقتك هي من ستجعلك تؤمن بانك قادر على الوصول الى اهدافك. ودمتم بصحه وسعاده. ودمتم بصحه وسعاده اسماء الجناحي، شكرا لك. هذه كانت فقرتنا بخصوص سوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها، وطرقت زميلتنا أسماء أن البارحة سوت التجربة وتواصلت مع طبيب لكل مواطن وكيف كانت تجربتها، والنقطة الثانية بخصوص health.com وكذلك من ناحية الأعراض. صحيح نفس ما قالت، في ناس يحسون بأعراض بس يعني عطت مثال أن بخصوص فرط إفراز هرمون الغدة الدرقية، بس يقولك ما عندي الهرمون عندي طبيعي، ففي أعراض ثانية تتشابه مع أمراض ثانية أو مع أعراض معينة ثانية يكون في تشابه بين الاثنين، فيفضل واحد يوم يسوي تحاليل ويحس بالأعراض كذلك تشير طبيبه. يعني نحن ما فقط نعتمد على التحاليل، نحن نعتمد على تاريخ المرضي، الأعراض الثانية، وفي أعراض ندخل أكثر بعمق بخصوص هذه الأعراض اللي تخص المريض. عندنا فقرتنا التوعوية، واليوم بنتكلم عن فوائد الشمندر، ويانا اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذ عفاف جمعة. بنتكلم عن هالموضوع بس بعد الفاصل، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما تكلمنا بخصوص فقرتنا التوعوية اليوم قبل الفاصل، قلت لكم إن شاء الله اليوم بنتكلم عن فوائد الشمندر. طبعا الشمندر يدخل في أشياء كثيرة، يعني سواء في الطبخ، سواء في ناس تحبك عصير، في ناس تحبك سلطات، يعني ابتدى يدخل في أشياء وأطباق كثيرة وله فوائد كثيرة وبنتعرف عليها اليوم.
مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذ عفاف جمعة. صبحت الله بالخير أستاذ عفاف. صباح النور، السلام عليكم. عليكم السلام. وياكم أخصائية التغذية العلاجية من مستشفى دبي عفاف جمعة. حياك الله أستاذ عفاف. حابين نتعرف أكثر عن فوائد الشمندر. أول شيء بتكلم عن الشمندر. الشمندر أو ما يطلق عليه بعد الاسم الآخر له البنجر. صحيح. يعتبر هي نوع من أنواع الخضروات، وهي الشمندر بالذات له قيمة غذائية عالية. بداية بوضحها للمستمعين إن حبة من الشمندر تحتوي على 35 سعرة حرارية، أي أنه منخفض في السعرات الحرارية، معتدل في النشويات 7 جرام من النشويات، عالي بالألياف، يعني الحبة الوحدة فيها من 2 إلى 3 جرام من الألياف، واحتوائه على نسبة عالية من الألياف مفيد جدا للأشخاص اللي يعانون من الإمساك، بالإضافة للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية، فدائما يبون شو هي الخضروات اللي شبعنا وايد، نحس بالشبع وبإمكاننا التحكم بحجم الوجبة، فما يفهم دائما بتناول طبق من السلطة اللي محتوي على الشمندر يحسسهم بالشبع السريع. وبعد اختي الشمندر له فوائد وايد، خاصة للأشخاص اللي يعانون من أمراض القلب، فهو يساعد كوب عصير من الشمندر أو أكلة كفاكهة يساعد على خفض الضغط الدم المرتفع لوجود مادة النيترات المفيدة لمحاربة أمراض القلب، بالإضافة لحالات النسيان وصحة الدماغ. ننصح كبار المسنين أو كبار الشخصيات مثل ما نطلق عليهم إنهم يتناولون طبق من الشمندر، سلطة الشمندر أو عصير الشمندر أو شرائح من الشمندر يتم تناولها، هاي وايد تساعدهم في الذاكرة، تقوية الذاكرة. بعد لها فوائد عديدة خاصة للحوامل، يحتوي على الفوليك أسيد الوايد مفيد اللي محتاجتنا الحامل لصحة الجنين. بالإضافة لذلك هناك مثل ما أنت بدأت الحلقة، هناك طرق سهلة وسريعة لتناول الشمندر، وايد ناس يحبونه ويا عصير، والحين دخلت بعد عصائر الديتوكس وهاي الأشياء الناس يخلطون شمندر لأنه منخفض السعرات الحرارية ويا ليمون ويا زنجبيل، وهاي وايد مفيد لتقوية وصحة الجهاز المناعي، وخاصة لأنها يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المقاومة لأمراض السرطانات. ممتاز، له فوائد كثيرة نفس ما تطرقنا. كذلك اللي يميزه أستاذ عفاف نسبة السكريات اللي فيه، يعني طعمه حلو، يعني حتى لو تأكلين شذي يكون طعمه فيه حلاوة. ومنخفض بالسكريات بعد، مفيد للأشخاص اللي عندهم أمراض السكري. صحيح هذه النقطة، لي لأن في ناس كثيرة تتخوف منها أساس أن في حلاوة، يعني حتى يوم نسويها صير ما نحتاج نضيف له أصلا أي سكر أو يعني يعطي حلاوة. هي أفضل حتى من العصائر اللي يستخدمونها، ترى العصائر نسبة السكريات اللي فيها عالية بالاختلاف من مصدرها، إذا أخذت من الخضروات فهي منخفضة في السعرات الحرارية ومنخفضة في النشويات بعد أختي. نعم، فيعني معظم يعني خاصة مرضى السكر شوي يمكن يتخوفون منه أساس نسبة السكر اللي تكون فيه، يعني مع أن الفوائد اللي ذكرتيها كثيرة خاصة لي يعني لثمرات أو للشمندر نفسه أو البنجر نفسه. هي وقت بعد دائما نحن نقول لهم مرضى السكر يتناولون يعني الخضروات او العصائر، يعني افضل انهم يتناولوا على هيئة سلطات، افضل ما انها تكون عصائر بعد تكون نسبة السكريات فيها متركزة. صحيح. مقارنة بالشمندر، كوب من الشمندر يحتوي على 13 جرام من النشويات، اما اذا اخذها حبة شمندر مضافة للسلطة يحصل على 7 جرام من النشويات. صحيح. يختلف الإنسان كيفية تنظيم السكر عن طريق تناوله، هل إنه يلجأ للعصائر أم يلجأ على هيئة سلطات متنوعة، أو حتى ينضاف لي يعني الحين في طبخات حتى يعني كطبخ ينضاف له الشمندر.
يضاف للسلطات كالسلطة المتبل والحمص وهاي الأشياء وايد. بعد يضيفونه في الخضروات المفورة المسلوقة مثلا، يحطون صحيح الشمندر يحصلون على قيمته الغذائية كاملة. صحيح. وتنوعت يعني الحمد لله الحين تنوعت الأشياء اللي الواحد يقدر يضيف فيها أي منتج غذائي أو أي مادة غذائية خاصة تكون مهمة يضيفها لطبقه اليومي، سواء السلطة أو سواء الطبق الأساسي أو سواء حتى المشروب نفسه. مضبوط. وهو كمان يستخدم الشمندر لونه الأحمر صحيح. كبديل للنكهات والصبغات. دائما نحن ننصح نبتعد عن الأشياء الصبغات المو طبيعية، نفضل دائما نشجع الأشياء من مصادرها الطبيعية. فناس وايد يسوونها، يضيفونها للحلويات الأصباغ، هاي صبغة الشمندر يضيفونها كنكهات للعصائر. فهاي بعد من الجانب الصحي لاستخدامات الشمندر. صحيح. لونه نفس ما ذكرتي، لونه شوي يعني لونه جميل يجذب، كذلك إذا حطيتيه يعني في أي طبق يعني سبحان الله مرات نقول العين تاكل قبل ما الشخص نفسه ياكل، اللون الأحمر فيشجع. والجميل إذا الشخص شكل أو حتى طبقة، نفس أنتم دائما ما تذكرون في يعني كأخصائيين تغذية أن نشكل في لون حتى الطبق، يعني أساس يعني يتفاوت، يعني في نشويات وفي خضروات وفيتامينات وفي كذلك الياف. فالاشخاص يعني لاحظنا الفتره الاخيره يمكن يضيفون هذه الاشياء خاصه المفيده لهذه الاطباق تزيد من قيمتها الغذائيه، وكذلك الواحد يتشجع ياكلها اكثر واكثر. أكيد، وهي ملفتة للنظر والرغبة، خاصة عند الأطفال يحبون الألوان، يعني تناول الوجبات المختلفة عن طريق اختلاف ألوانها الطبيعية. صحيح. أستاذ عفاف، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج. أتقدم لهم بالشكر وأشجعهم على تناول الشمندر، سواء كان شربه كعصير كمشروب صحي أو تناوله في وجباتهم اليومية. لازم نحرص على تناول الشمندر يوميا، سواء كان كطبق صحي أو كمشروب صحي يوميا. ممتاز. ويعني الموضوع جدا يعني مهم، خاصة أن الشمندر دخل في أكلات كثيرة، وحتى قامت الناس تضيفه كمنكهات أو نفس ما ذكرتي كصبقة للشيء، يعني حتى في الحمص، حتى في المخلل، حتى في الأطباق اليومية، سواء شوربات أو سواء حتى المشروبات أو حتى السلطات. حتى في كثير من الأشخاص ما يتناولون البروتين من مصدر الحيواني. نحن دائما نشجع أن يتناولون مصدر الحيواني، بس في ناس خلاص ما يحبون أن يتناولون مصدر الحيواني. فالشمندر يحتوي على نسبة عالية من الحديد، ممتاز، اللي يرفع من معدل الحديد أو الهيموغلوبين في الدم. صحيح، لأن كثير من الناس خاصة اللي عندهم نقص حديد يعني ما يفضلون الـ يعني الأكل الحيواني، سواء الكبد أو سواء اللحوم الحمراء، الأسماك أو اللحوم أو البيض بعد ما يحبون هاي الأشياء. فدائما ننصحهم نقول لهم خلاص عززوا من فاكهة الشمندر أو كعصير أو مشروب صحي. صحيح، وهي سهولة أكلها وسهولة حتى الحصول عليها. هي وهذه الفاكهة يعني عامة لها فوائد وايد متنوعة ومفيدة للأشخاص الصحيين، مقارنة إذا عندنا أشخاص يعانون من الحصوات، خاصة أنها تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، لازم ضمن استشارة الطبيب وأخصائي التغذية. أختي حبيت ممتاز، وهي النقطة جدا مهمة كذلك. الأستاذة عفاف جمعة، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. تسلمين. مع السلامة. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص فوائد الشمندر، ومثل ما طرقنا يعني له فوائد كثيرة، والحمد لله يعني قمنا نضيف في أشياء كثيرة، يعني سواء في العصائر، سواء في السلطات، سواء في الوجبات كذلك، سواء الرئيسية أو كمقبلات، يعني ابتدوا الناس يدخلون في وجباتهم، وعرفنا طبعا فوائد المتنوعة. ننتقل لدراستنا لليوم، وبنتكلم عن الأخطاء الشائعة عند تنظيف الأسنان. كشفت طبيبة الأسنان الأسترالية إليزابيث ميلفورد عن الأخطاء الرئيسية التي عادة ما يرتكبها الأشخاص عند تنظيف أسنانهم.
تقول المتخصصة أن معظم الأشخاص يفضلون تنظيف فمهم بالماء مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشة، وهو ما يقلل بشكل كبير من تأثير معجون الأسنان، كما أشارت إلى أن تنظيف الأسنان غير المرغوب فيه بعد تناول الأطعمة أو المشروبات الحمضية، حيث يمكن لذلك أن يؤدي إلى تلف الأسنان. بالإضافة إلى ذلك، قالت ميلفورد إن العديد من الأشخاص يقومون بتنظيف أسنانهم بالفرشاة بسرعة وعلى عجل، أو يضغطون بشدة على الفرشاة على أساس أنها تنظف أكثر وتشيل جير أكثر من الأسنان، بس احتمال بهالطريقة حتى تأذي اللثة أو تأذي السن نفسه. بينما نصحت طبيبة الأسنان بقضاء حوالي دقيقتين في تنظيف الأسنان وعدم الضغط على الفرشاة بشدة لعدم الإضرار باللثة، كما أوصت باستخدام فرشاة أسنان ناعمة وتغييرها فور تلف شكل الشعيرات. طبعا اختيار فرشاة الأسنان لها أهمية كبيرة، سواء لأن يعني في تنظيف الأسنان، في استمرارها في التنظيف، وكذلك أساس ما تسبب أضرار سواء للسن أو حتى للثة. في ناس كثير عندهم حساسية في اللثة أو عندهم مشاكل كذلك في اللثة، فإذا كانت الفرشاة السميكة وكانت وايد يعني مثل ما نقول صلبة وغير ناعمة، بتأثر في اللثة أكثر يعني من يعني من فائدة التنظيف، بالعكس بتأذيها. بس ركز على نقطة مهمة كذلك، تغيير فرشاة الأسنان نحتاج نغيرها من فترة للثانية. طريقة تنظيفنا حتى لأسناننا تختلف، نحتاج وقت وإحنا ننظف. ذكرت في الدراسة كذلك بسرعة وعلى عجل، معظم الأحيان نكون مستعجلين، بسرعة نظفنا أسناننا وخلصنا وطلع، بس ما تأكدنا، مرينا على كل الأماكن نظفناها بطريقة صحيحة. يعني في أماكن معينة يوصلها الأكل وما نقدر ننظفها بطريقة إلا تحتاج وقت. ويعني وشيء مهم أن الواحد يهتم بنفسه، وخاصة بالنسبة للأسنان أهمية جدا كبيرة. يعني التسوس، الجير، الاهتمام فيها، وينصح وكذلك نهتم أن نراجع طبيب الأسنان كل 6 شهور مرة، نشيك على تنظيف أسناننا كل 6 شهور مرة على الأقل إذا كانت سليمة طبعا. لكن إذا عندي مشاكل لا، أحتاج أني أتابع مع طبيب الأسنان أول بأول عشان من البداية أحل أي مشكلة تصادفني مع الأسنان وما تتطور الحالة أكثر، تحتاج خلع أو تحتاج شيء أشياء إضافية ثانية. مستمعينا طالعين فاصل، راجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 ورسائل النصية على 4006. حياكم الله. في رسالة عشان التواصل تحت الهواء، أستاذ أحمد لو تسمح بس ناخذ رقم تواصل اليوم تحت الهواء. بننتقل لفقرة الفقرة الثانية عندنا في حلقتنا لليوم، ونتكلم عن التحولات الذكية في هيئة الصحة بدبي. نجحت هيئة الصحة بدبي في تحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات والحلول الذكية، وقطعت الهيئة شوطا مهما على طريق تمكين منشآتها الطبية والعاملين فيها من أحدث التجهيزات ووسائل الوقاية والتشخيص والعلاج. وفي هذا الطريق حرصت الهيئة بشكل أساسي على أن توظف التقنيات في خدمة الناس وراحة المرضى وسعادتهم. حول هالموضوع يسعدنا يكون ويانا اليوم الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور محمد. بالنور والسرور. هلا دكتور. دكتور، حابين ناخذ لمحة عما تشهدها الساحة الصحية من تطورات على مستوى التقنيات والحلول الذكية. الحمد لله الساحة الطبية تسخر بكثير من التقنيات والحلول الطبية الذكية اللي متوفرة حاليا عندنا في إمارة دبي، وأيضا العالم أجمع دخل في تحديات كبيرة من ناحية أن كيف نطور أنفسنا حاليا. وفي هذا الأسبوع أيضا مؤتمر CES اللي هو منعقد في الولايات المتحدة، نشوف منه كثير من المنتجات الطبية الحديثة اللي هي مبتكرة واللي بتساعد في تقديم خدمة حديثة للمريض تسهل عليه حياته وتسهل علينا نحن تقديم الخدمة المتميزة. إذا بتسأليني شو هي المجالات أو الابتكارات الحديثة، بقول لك هي اللي تعرفونها كلها، مجال الطب، الطباعة الثلاثية الأبعاد،
مجال ايضا الذكاء الاصطناعي، مجال البلوك تشين، مجال الفيرتشوال رياليتي اللي هي الواقع الافتراضي. ولكن حاليا اللي قاعدين نشوفه هو شيء غريب، تزاوج بين اربع تقنيات ما كانت التقنيات تتكلم مع بعض. ممتاز. تزاوج بين مخرجات كثير من التقنيات وتصب في التقنية الثانية. مثلا مجال الروبوتات اليوم داخل بقوة شديدة، بس صحيح. يعتمد أيضا بقوة على مخرجات الذكاء الاصطناعي اللي هي تعتمد أيضا على مخرجات البيانات وتحليلها. فشفتي الارتباط هذا بين تقنية صحيح. وأخرى اللي قاعدين نشوفه اليوم يعد ثورة في مجال المعلوماتية طبعا والصحة الذكية. ولكن يمكن لأن هذه الأنظمة وصلت إلى نمو معين وإلى نضج معين، بحيث أن نقدر نستفيد منها، مش في كل على حدة، ولكن نستفيد منها في وقت واحد وبطريقة أنية. ممتاز. وهاي تعطي قوة للتقنية نفسها. أكيد هي تصب كلها نهائيا في خدمة المريض، أربع محاور أساسية. أولا تقديم خدمة بجودة عالية أو أعلى، تقديم خدمة في وقت قياسي، عندك أنت تقليل وقت الانتظار صحيح. مثلا، وعندك أنت تقديم خدمة بتكلفة أقل مما كانت عليه في السابق، والأخير وليس آخرا اللي هي تقديم خدمة آمنة للمريض اللي هي أهم. وهذه وايد مهمة. نعم صحيح دكتور. طبعا هذه التحولات الذكية لها قيمة وأهمية، فحابين نتعرف على قيمتها وكذلك أهميتها بشكل عام في القطاع الصحي. أهميتها في القطاع الصحي من يوم ما بدأ القطاع الصحي في دولة الإمارات، والحمد لله يعني من حياة طيب الله ثراهم حياة الشيخ زايد، حياة الشيخ راشد، كانت التقنيات موجودة في وقتها وكان تطور مستمر. الحمد لله بفضل حكومتنا الرشيدة وفضل التوجيهات اللي تجينا دائما ان نتحدى اللي موجود، والتوجيهات هذه تخلينا نحن على اقدامنا صراحة، مش فقط نقرا ونتطلع على شو اللي موجود في يعني الدول الاخرى وفي دراساتنا، ولكن ايضا ان نحن نجيب هذه التقنيات الى دولة الامارات. عندك مثلا برنامج المسرعات اللي هو جزء من حكومة دبي، جزء من دبي المستقبل، تبني سريع لجميع التقنيات مش فقط على مستوى الصحة ولكن أيضا المستويات الأخرى والقطاعات الأخرى. توفقنا في كثير من التقنيات، منها الطباعة ثلاثية الأبعاد. نتكلم نحن في سنة 2016 اليوم سنة 2020 وقاعدين نشوف مخرجات الطباعة ثلاثية الأبعاد ومخرجاتها وتزاوجها وكيف تصب فوائدها في تقنيات أخرى لخدمة المريض، مش فقط ضرب 10 ولكن ضرب 100. صحيح دكتور. طبعا حابين نتعرف كذلك على دور هذه التجهيزات الحديثة في تطور الممارسات الطبية وكذلك ضرورتها. أنا بتكلم اليوم عن ضرورة صراحة تبني الطبيب إلى هذه التقنيات هذه. تبني الطبيب هو له يعني سر وسلاح فتاك إذا قدر الطبيب يتبنى التقنية ويجيبها، وحتى لو التقنية كانت في مرحلة النمو يعني ما وصلت لمرحلة النضج الكلي، تبني الطبيب للتقنية هذه يطور من نفسه، يطور من قسمه، يطور من المستشفى اللي هو فيه، ويطور أيضا من سعادة المريض اللي قدامه. مثل ما قلت لك نحن هذا السر نحن نستخدمه عندنا اليوم في هيئة الصحة، والحمد لله عندنا مثال جيد من الأطباء والجراحين في هيئة الصحة اللي تبنوا كثير من التقنيات، حتى لو كان في يعني مثل ما تقولين مخاطرة في بعض الأحيان، مش على حياة المريض، لا على طريقة عملهم أو على طريقة أن هذا بيأثر عليه في مخرجات معينة أو كذا. لكن شفنا هذا التبني الصراحة يثلج الصدر، ونتمنى أنه يزيد ويكثر لأنه هو السر لنجاح أي مؤسسة صحية إن شاء الله. دكتور محمد، طبعا أكيد هذا الدافع القوي لأن الواحد يوصل لهذه التقنيات ويطورها أكثر وأكثر لأن لها أثر إيجابي سواء على المرضى أو سواء حتى على بيئة العمل، فحابين نتعرف أكثر على أثرها الإيجابي هذه التقنيات الحديثة على مستوى الخدمات الطبية.
بتكلم عن أحد المرضى، شاب مواطن تم تبرع له بساق مطبوع عن طريق طباعة ثلاثة الأبعاد، والأثر اللي شفناه أول ما لبس الساق اللي مطبوع عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد كان شيء صراحة فرحنا كلنا نحن كفريق عمل نعمل لخدمة هذا الشاب. أول ما لبس الرجل الجديدة أو اللي مطبوعة بالتقنية الحديثة قال لي دكتور أنا حاس اليوم بشيء غريب جدا. قلت له تفضل طال عمرك قول. قال الآلام اللي كانت تتيني قبل ما أشوفها في الرجل الجديدة. قلت طيب الحمد لله. عقب قال لي دكتور أنا حاس أن مشيتي أصبحت أفضل مقارنة بالجهاز القديم. قلنا الحمد لله. عقب قال لي دكتور قال لي شيء هني الشيء الأغرب يعني. قال لي دكتور حاس بأطراف قدمي أسبوعي حاس بهم، مع العلم أن الشاب مبتورة قدمه. فهني يعني مثل ما تقولين وقف شعر ينبي أنه صحيح أنه حس بأقدامه بأسبوع أقدامه وهو مبتورة قدمه. صحيح. رجعنا للتقنية وشفنا أن التقنية بالفعل اللي استخدمناها في القدم بالتحديد كانت تبين لك أن القدم موجودة. ليش؟ لأن انسيابية الحركة كانت موجودة ومدروسة، حسابيا كانت أضبط من الجهاز اللي قبله، والحمد لله قدرنا يعني نوصل إلى أنا أسميها سعادة المريض بهذه التقنية. هذا مثال يعني أحد الأمثلة اللي قدرنا نوصلها بالفعل. ممتاز، وهذا يعني من أكبر الأمثلة. يعني حتى وأنت توصف دكتور يعني تقول شعري بك نفس الشيء، هالشعور اللي حسيت يوم المريض يقولك حسيت بأطراف أصبوعي يعني، وبالعلم الريل مبتورة يعني، هذا جزء أنه تقبل هذا الشيء الجديد اللي انضاف لجسمه، يعني حساء أنه كأنه جزء منه. الحمد لله نحن اليوم كملنا سنتين مع هذا الشاب وما زال لابس الجهاز الحديث، ومع العلم هو عنده رجلين مبتورة للأسف وما زال لابس الرجلين، وتأكدنا أيضا من أن حياته طبيعية وحركة انسيابية جدا. وبشركم أنه بدأ حتى يتمرن في الجيم في النادي الرياضي في الصالة الرياضية، ومب حاسب فرق بينه وبين الشخص السوي. يمكن قبل بالجهاز القديم كان شكله يمكن مش صحيح، ما يكون كطبيعي مريح له أو حتى نفسيا له أثر غير إيجابي. الحمد لله بالجهاز الحديث هو تدخل بالديزاين بالمخرج النهائي للرجل المطبوع عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد، وحتى اختار الألوان واختار الشكل، فبالتالي كان في لمسات هي واضحة يعني، وكان فخور جدا. ممتاز، وهو أكبر أثر إيجابي صراحة، يعطي الواحد دافعية أن يعطي أكثر وأكثر. كان مستحي من رجله والآن هو لا ما أبغى يقول كلمة فخور، ولكن مو بمستحي أن يقول للناس ترى أنا صار لي الموقف الفلاني أو الحادث الفلاني وأدى بي إلى خسارة الرجلين، وأنا اليوم لابس هاي الأجهزة هذه وأنا مستعد أتكلم عنها بأريحية. فهذا الأثر الإيجابي النفسي صراحة اللي هو يمكن ما يقاس لا بمال ولا بمادة ولا حتى بمؤشر سعادة إذا قدرنا صح التعبير، أو حتى أي من المؤشرات اللي عندنا. هذا الأثر النفسي صراحة كان شيء جدا جدا يثلج الصدر، وهذا أكبر أثر يعني قمة السعادة سواء كان هو المريض أو فريق العمل اللي خدمه. صحيح، نتمنى لكم كل التوفيق دكتور محمد. شكرا طالب. شكرا دكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص التحولات الذكية في هيئة الصحة بدبي. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. ننتقل لموضوعنا الثاني، وبنتكلم عن جهود متواصلة لتعزيز البنية التقنية في هيئة الصحة بدبي. تسير هيئة الصحة بدبي في عمليات التطوير الشامل اللي تجريها في مختلف قطاعاتها مستوياتها في خطوط متوازية نحو هدف رئيس، وهو الوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة. ومن بين المسارات اللي تواصل فيها الهيئة جهودها تطوير البنية التقنية وتحديثها بشكل متواصل لزيادة قدرة الهيئة وإمكانياتها على تنفيذ المشروعات الكبرى.
والطموحة، واللي تعزز منظومة الرعاية الصحية المتكاملة. ومن بين هذه المشروعات اللي تتبنى الهيئة تنفيذها لدعم البنية التقنية مشروع نابض اللي تحدثنا عن اليوم الدكتورة أماني الجسمي، مديرة إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة أماني. صباح النور، سلام عليكم. عليكم السلام، على الاستضافة. شكرا دكتورة، حياك الله ويانا اليوم في برنامجنا. دكتورة، حابين ناخذ فكرة عن مشروع نابض. أوكي. طبعا بعد نجاح الهيئة بتطبيق نظام سلامة وهو توحيد الملف الصحي على مستوى القطاع الصحي العام، يعني التشويات الحكومية مع العيادات والمراكز التخصصية، والحمد لله يعني كانت ناجحة في 2017. يعني كانت جميع المستشفيات على نظام واحد وواجهة واحدة، والملف مريض موحد على جميع المرافق للهيئة. طبعا المرحلة الثانية لاكتمال رحلة المريض بين الخاص والعام، ارتأت هيئة الصحة تطبيق نظام نابض. نظام نابض هو بشكل مختصر التطبيق ملف مشترك للمريض، ان يكون له ملف موحد اذا انتقل بين الخاص والحكومي. طبعا احنا نعرف التشالنج او التحديات لما المريض يكون في مستشفى وينتقل مستشفى ثاني، يحتاج يطلب ريبورت، يطلب احيانا معلومات، يعني تحاليل. صحيح. احيانا يضطرون يسوون لهم التحاليل مره ثانيه، الاكس راي مره ثانيه، فهذا كان تحدي للمريض، وهذا يكون عبء حتى على المريض ماديا او على يعني على المريض وعلى الحكومه عامه. فاحنا الحمد لله يعني بنبتدي المشروع في سنة 2020، وبيكون ربط مع أهم وأكبر المستشفيات في المرحلة الأولى، وطبعا خطتنا الطموحة إنه يكون خلال سنتين جميع المستشفيات والعيادات الكبيرة والصغيرة مرتبطة بهذا النظام. بيكون هالمرحلة فيها تغيير كبير في القطاع الصحي، يعني نتمنى القطاع الخاص يكون مستعد ومتعاون معانا لتنفيذ هذا المشروع الطموح، وطبعا بدعم القيادة والرؤية لهيئة الصحة لتنفيذ هذا المشروع. احنا وجدنا الدعم يعني صراحة من معالي بشكل كبير، وان شاء الله يعني ادعوا لنا لنفس المشروع بشكل ان شاء الله. ان شاء الله يكون يعني اتمنى لكم التوفيق، خاصة ان الدمج بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعني تسهل اشياء كثيرة كذلك على المتعاون او كذلك المريض. نعم طبعا. نعم. طبعا، وطبعا الالتيميت جول يعني الشيء اللي طبعا على طبعا تعرفون على مستوى الاماره. نعم. سوري، على مستوى الامارات في مشروع ثاني تتبناه وزاره الصحه، هو مشروع الملف الموحد على مستوى الامارات. طبعا احنا من اهم اهداف هذا المشروع ان نربط معهم، يعني نربط مع وزاره الصحه، فيكون المريض حتى اذا انتقل مستقبلا الى اماره ثانيه، مستشفى خاص او عام، الملف يعني يتبع في اي مكان يصير. ممتاز، وهذا بيسهل على الناس وكذلك يعني مواصلة العلاج في أي مكان يعني، والجميع يكون عارف يعني سواء المنشأة الصحية تكون عارف التاريخ المرضي للشخص نفسه إذا انتقل من حكومة أو خاص. أكيد أكيد، خصوصا للمرضى اللي هم اللي يسمون عندهم أمراض مزمنة يعني. صحيح، التاريخ الطبي مهم جدا. صحيح. دكتورة أماني، بخصوص الفئات المستفيدة من هذا المشروع. طبعا الفئات المستفيدة أهم فئة طبعا المريض نفسه أو الشخص نفسه. صحيح. لأنه بيكون بيسهل عليه بدل ما يشيل الأوراق، يعني هذا يخدم رؤية صاحبك الشيخ محمد للاورقية. والمستفيد الثاني طبعا بيكون القطاع الصحي نفسه من الخاص أو الحكومي، لأن أحيانا الطبيب نفسه يلاقي تحدي كثير في تشخيص المرض لأنه ما عنده تشخيص، فهو المستفيد. لأن دائما أنا طبعا أنا مش طبيبة، بس أنا حسب ما أنا
سمعت من الدكاترة والأطباء إن أهم شيء لتشخيص المرض إن نعرف الهيستوري، إن نعرف صحيح كامل المريض، فهذا بيسهل وبيكون بطريقة يعني كبسة زر إن في خلال نظام يضغط على رقم، يعني إحنا بنستخدم رقم الهوية، خلال رقم من خلال رقم الهوية ممكن يسترجع زياراته في أماكن ثانية، فيكون لي يعني المستفيد الأكبر القطاع الصحي نفسه. طبعا من المستفيدين أيضا القطاع التأمين، لأن كاهل يعني قطاع التأمين هم المستفيدين، لأن بيكون عملية استخدام الأمثل للبوصات التأمين ما يكون فيها، يعني أحيانا يكون لإعادة التحليل أو أو الأشعة أو أي يعني ممارسة طبية معينة تنعاد أكثر عن مرة، يعاد أكثر مرة والشخص يعني يفقد قيمة من البوليصة وما يقدر يكمل. صحيح. هاي بعد الاستفادة للقطاع التأمين بعد، فالجميع مستفيدين، والأهم شيء إن هاي من المشاريع مش يعني إحنا بنكون الريادة فيها، مش كل حد عنده، أو مثلاً دول ثانية في الريجن ما بدوا هالخطوة، بس إحنا لأن البنية التحتية والتوجهات والحكومة، فيعني صراحة بيكون نقلة نوعية للقطاع الصحي، وبيكون هذا أيضاً تشجيع للاستثمار، تشجيع للسياحة العلاجية، لأنه يسهل التنقل للمريض من مكان لمكان، هذا يعني رؤية إن شاء الله نحققها. إن شاء الله. دكتورة أماني، أكيد في جهات كذلك متعاونة أو مشاركة في هذا المشروع، وهاي الجهات خارج هيئة الصحة في دبي، فحابين نتعرف أكثر على هاي الجهات. طبعا أهم جهة، أهم الجهات طبعا اللي هي القطاع الخاص المستشفيات. نعم. وطبعا أيضا وزارة الصحة اللي هي جهة رائدة إحنا بنتعاون معهم، بما ان احنا اصلا مرتبطين مع اسعاف، فهي جهه بعد بتكون مستفيده، لان نظام سلامه هو نظام احنا ربطناها مع اسعاف. فايفنتولي يعني بيكون مؤسسه الاسعاف بعد مستفيدة. فاعتقد جميع القطاعات الحكوميه بعد بتكون مستفيده، لان احنا مثل ما تعرفين احنا تأمين عناية للقطاع الحكومي، فكل القطاع الحكومي اللي او موظفين القطاع الحكومي اللي يشتغلون في عناية او سوري اللي عندهم عناية فكد بعد يستفيدون من هذا، لانهم لهم ملفات اوريدي اصلا في هيئة الصحة، فهذا شيء بعد يعني انا اعتقد الاستفادة بتكون، يعني حتى احنا بنسوي انتجريشن او ربط مع احد ابو ظبي، يعني ممتاز، يعني مو فقط في مدينه دبي، يعني بيكون ممتاز. واحنا بدينا فتحنا شانل معاهم وبدا التعاون في هذا الموضوع، حتى المريض يمكن ينتقل بين اماره دبي وابو ظبي ويكون ملفه ان شاء الله واحد. ممتاز، هذا بيسهل سواء على المرضى سواء حتى على الطاقم الطبي ان المواصله في يعني العنايه بهذا المريض بطريقه صحيه وامنه كذلك. نعم. دكتورة أماني، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذا المشروع وكل مشاريعكم إن شاء الله القادمة. شكرا جزيلا. شكرا. دكتورة أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه آخر فقرة لنا في حلقة اليوم، وتكلمنا عن جهود متواصلة لتعزيز البنية التقنية في هيئة الصحة بدبي. إن شاء الله بنلقاكم يوم الأحد على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح بتوقيت دبي. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق أحمد سلامة، وفي الإخراج نمر محمد. يعطيكم العافية جميعا، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد على خير وصحة وسلامة، وإجازة سعيدة للجميع، واللي عليه دوامات إن شاء الله يعطيكم كل صحة وعافية. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.